ربيع مالك. مظبوط الاسم هيك؟ نعم. انت ليش بدك الباسبور؟ انا بدي اعمل باسبور لانه بدي سافر انا والجوقة على اوروبا. جوقة؟ انت بتغني؟ نعم. هاي الهوية منا قانونية، ما فيك تروح لمحل. لما جيبوك لعندي كان عمرك 3 شهور، بس هذا ما بغير شيء. بعدني امك، بعدك ابني، بعدني بحبك، انا اللي ربيتك. انا حالي شو حتعملي؟ بدي تجيبي لي وثيقه ولاده ربيع حتى سجله. ضاعت بالحرب، نقلنا كثير بيوت، وهي من بين كثير اشياء ضيعناها. مساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع. سلم لي. انا بعرفه من هو صغير. كيف لقيتني؟ وين؟ انت خلصت لي حياتي؟ اوعى فيت عني وما قتلتني. ما عندي شيء خبي. يلا وين هول الشباب؟ بس خيالك كان زلمه ايه ده؟ ما بعرف ليش كذب ولا كان رايك هونيك. ليه مهتمين بهالقصه بعد كل هالوقت؟ احنا عارفين سوا. ما عم بلاقي اسمي باي محل، لازم اعرف انا من وين. شكرا.